شنغان بحرين. مرحبا بكم في شنغان البحرين. اليوم نستعرض لكم السي اس 95 2020. التصميم الخارجي للسيارة جدا أنيق، فول LED لايت مع نظام رادار، محرك 2.0 تيربو GDI 233 حصان، ناقل حركة آسيان 6 سرعات مع نظام الدفع الرباعي، عجلات ألمنيوم رياضية 19 إنش مع دوسات جانبية ونظام ذكي لفتح الأبواب. تصنيف نظام صرف الوقود جدا ممتاز حسب المواصفات الخليجية. نظام تشغيل السيارة من غير مفتاح. نظام شامل للتحكم بالسيارة عن طريق المقود مع مثبت سرعة. شاشة داخلية للتحكم بإعدادات السيارة أثناء القيادة. شاشة 16 بوصة مع تحكم كلي بالسيارة، نظام ملاحة وجميع وسائل الترفيه، تكييف شامل بالشاشة مع تكييف المقاعد، نظام تحكم خلفي بالتكييف. تحتوي المقصورة الخلفية على منفذين للطاقة. التنقل بضغطة زر بين النظام الاقتصادي والنظام الرياضي مع تحكم في الدفع الرباعي والدفع الثنائي، أوتو بارك بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة جميع الاتجاهات. مع نظام متطور للأوتو بارك، فتحة سقف بانوراما، مع اشعار للنقطة العمياء اثناء القيادة، طريقة فتح ذكي لصندوق السيارة، السيارة تحتوي على نظام صوتي جدا ممتاز تتكون من 10 سماعات بايونير. نظام الأمان في السيارة يحتوي على 10 وسائد هوائية، مقاعد جلدية فخمة مع خاصية التدليك، نظام الميموري سيت، مساحة داخلية واسعة وتتسع حق 7 ركاب.